الفنانة نادين نجيم توجه رسالة ملهمة للجمهور، انظلمت وانجرحت ولكنني نجحت. أهلا بكم. أوجزت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الدروس التي تعلمتها في الحياة برسالة مؤثرة جدا، شاركتها مع متابعيها على حسابها على انستغرام. وكشفت نادين فيها عن المطبات التي تعرضت لها خلال مشوار حياتها وفنها، وبينها تعرضها للظلم والخذلان، إلا أنها استطاعت رغم ذلك تجاوز السلبيات وتسلق سلم النجاح. وأملت نادين نجيم بأن تكون رسالتها ملهمة لكل شخص يخطو أولى خطوات مشوار حياته، لتكون حافزا له على تجاوز كل العراقيل والصعوبات. وأرفقت الرسالة بمقطع فيديو لها من إحدى مقابلاتها التلفزيونية، تتطرق فيه إلى الأشخاص السلبيين الذين يقللون من احترام الآخرين. وتابعت نادين: يقللون من احترام الآخرين لأنهم لا يعجبهم شكلهم أو شخصيتهم. وكتبت نادين قائلة: من بعد سنين من العمل والتعاطي مع الناس، ومن بعد خبرتي المتواضعة بالحياة، بقدر أقول إن انخذلت ببعض الأوقات، انظلمت، انقهرت. وتابعت نادين: انجرحت وكمان غلطت، يمكن مع غيري ويمكن مع حالي، بس تعلمت وانضجت ونجحت. الفنانة اللبنانية نادين نجيم أكدت بأنها لم تعد تتأثر بالهجوم غير المبرر والتجريح الذي تتعرض له من بعض الأشخاص الذين يقابلونها به. وأضافت: بوقتها كنت أزعل وأسكت لأني ما بحب السلبيات ولا بحب أحكي بالسلبيات، كنت فضل أحصر كل شي جواتي. وتابعت نادين: بس كان هالشي ضايقني كتير، ومع الوقت والسنين تعلمت حسن حالي وما عاد خلي شي يأثر فيني أو يكسرني. وتابعت: صرت أعرف ميز بين النقد والتجريح، صرت أعرف ميز بين النصيحة والفضيحة، بين تعطيني رأيك وتفرض رأيك، بين الاحترام واللوم. وأشارت الفنانة اللبنانية بأنها باتت مقتنعة بأن ما يغيظ الناس هي المزايا الجيدة التي يتمتع بها الشخص وليست النقائص. وتابعت: صرت أعرف مين يلي بحبني ويلي بيدعي المحبة، بين النية الصافية والنية الخبيثة، بين أصحاب الحياة وأصحاب المصلحة، بين المنافسة الشريفة والوسخة، بين الصراحة والوقاحة، بين الحق والظلم، بين العاطل والمنيح، بين الطيب والحقود. وتابعت الفنانة اللبنانية: هالتجارب علمتني ووصلتني للنتيجة، صرت أعرف كيف أتعامل فيها مع السلبيات، لأنه اقتنعت أن الناس تغيظهم المزايا التي تنفرد بها ولا تغيظهم النقائص. وعلى صعيد فني، تستعد الفنانة نادين نجيم لتصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان عام 2020، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة. تعقد جلسات عمل مكثفة مع صناع العمل للاتفاق على تفاصيله، إلى جانب بطل العمل النجم السوري قصي خولي. والمسلسل سيكون من إنتاج شركة صباح وإخوان وإخراج فيليب أسمر. وكانت الفنانة نادين نجيم عاشت نجاحا ملفتا خلال عام 2019 من خلال مسلسل 5.5 الذي شارك فيه قصي خولي. أما على الصعيد العاطفي، ف
فأعلنت النجمة اللبنانية عن طلاقها قبل أشهر ماضية.